وردة في اسمعوني، عدينا منها مقطع فقط لأنه الوقت يمر بسرعة نزولا عند رغبة زميلنا وصديقنا عبد السلام شقير. نوعدك عبد السلام تاخو الدكتوراه إن شاء الله الاثنين الجاية، نعدي لك الغنية اللي كلزم كاملة في سهرة سفر بالحقاي. نحب الساعة نحيك برشا عبد السلام. قبل ما تحكي لنا في حديث الصباح نذكر لنهار 8 ماي إن شاء الله مش قدم تروحة الدكتوراه في كلية طب الأسنان في المنستير إن شاء الله. نذكر أنه عبد السلام صحيح مغروم بالإعلام وإعلامي مدون مشهور في جهة الوسط والساحل، لكن أساساً هو دكتور في طب الأسنان. ربي معك عبد السلام، ربي يوفقك إن شاء الله، بشكون حاضر إن شاء الله في التاز نتاعك إن شاء الله. عايش وان شاء الله ان شاء الله تعاوننا مع التالي في تقليع بعض الزروس المسوسه. ما نقصد شيء راه باهي عبد السلام. اليوم باش نحكيو على حزام الامان، ولو اني ما نتفقش معك حزام الامان ساعه نهارين هذوما، والله العظيم عملت كيف راف العباد معناها اللي هذا معناها الحزام نتاعو مريقل مسنتر، الناس كلها جاهزه، الناس كلها حاضره، خايفين من 40 دينار هذا اكيد. فيهم شكون مقتنع بالحزام ويعمل فيه من قبل هذا اكيد. انت الحكايه ما فهمتش علاش مش عجبتك. لاني مش عجبتني هو كقانون، هو قانون باهي بالعكس. معناها هذا مظهر من مظاهر التحضر. الان احنا مش نحكيو على تداعيات نتاع القرار هذا في الشارع التونسي وكيفاش تقبلوا المواطن. القانون هذا دخل حيز تنفيذ يوم 27 افريل واللي هو يخص اجباريه وضع حزام الامان داخل وخارج مناطق العمران بالنسبه للمقاعد الاماميه، وباش يتطبق في 27 افريل 2018 بالنسبه للمقاعد الخلفيه زاد. هذا العام الجاي. اي عام الجاي حسب ما اكدته عفاف بن غنية هذه رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه. احنا تو ماناش باش نقولوا القرار هذا ماهوش باهي ولا احنا ضده، لا، لانه نسبه حوادث المرور داخل مناطق العمران كبيره. وهذا يعني انه حزام الامان يبقى العامل الاساسي في التقليص من حوادث المرور. الا ان باش نعلقوا على بعض النقاط لأني نعتبرها أولوية أكثر من حزام الأمان داخل مناطق العمران. فرض القانون الباهي وتطبيقه ما يعارضه حتى حد، أما كي نشوفه مثلا الكيران لا تعبي في الناس كما سردين على بعضه وناس تطلع شادة في الباب المحلول ملتالي باش تروح دارها، سمحني ويني سلامة المواطن اللي تلوج عليها الوزارة؟ زعما أما أبجد نشوفه حل المشكلة هذه ولا نبدأ بتطبيق قانون نتاع حزام الأمان؟ وإحنا نعرفوا لا قدر الله حوادث الكيران الخسائر البشرية اللي تخلفها كبيرة برشا، مش كيما العربات الخفيفة. نعطيك حاجة أخرى، حتى الكياسات المكسرة والمحفرة راهي سبب في برشا حوادث. أكيد. وإحنا نشوفه توا في الكياسات متاعنا كيفني، معناها حالة كارثية. اللي توفى الكهرباء ناقص عمر معناها. قبل ما تواصل خلينا نعاود ناكد، راه ثم طرقات كما كنت تحكي عبد السلام شيء عايف في البلاد. امبارح ثم طريق تو حكيت عليه قبل في قلب حي الرياض، راني مانيش نسكن في حي الرياض، بعيد على حي الرياض، في قلب حي الرياض حكيت عليه قبل، في قلب حي الرياض طريق كل متر وصدقوني حفره، ومش حفره حفره معناها حفره معناها تعبيها بالماء تعمل فيها غطس. بيسين. ما فهمتش وين النيابات الخصوصيه، وين هي؟ الواحد يقعدش ينبح يا رسول الله كل مره، يا رسول الله علاش هكا يا ولدي؟ راهو حتى بالمنطقه نتاع حرام عليكم، حرام عليكم، علاش يا اخي الكردون باك الحسبه يا اخي القطاع على الكرام نجيبوا فيه مو من برا ولا بالدوفيز، في الكردون باك الحسبه، علاش هكاك يا رسول الله؟ واحد كردون، واحد عجله، واحد ديسك، ساعه ساعه في عمر الديسك نتاع العجله يطبق. اي معناه شوف انت المواطن فاش يقاسي في كهربته مصروف كهربته وزيد يحطوا له 40 دينار اختيه معناها. حاجه اخرى، الناس تكلمت برشا على الاستثناء اللي في القانون هذا، برشا مواطنين ذمروا وقالوا علاش معناها خاطر التاكسيات وسيارات الاجره عندهم نقابه نجم توقف الدنيا دونك الدوله تستثنيهم بالرغم من انه الحوادث نتاعهم زاد نسبتها كبيره، اما المواطن اللي بسيط ما عنده وين يوصل. هذا ناس قالته. ملاحظه لاحظناها زاد شخصيا هنا في المستير، ساعه انطلاق تفعيل القرار هذا شفنا انتشار مكثف لاعوان المرور في الرومبوانات بعد نص الليل، ما شاء الله ناس تخدم بقلب وبرب معناها. وهنا بطبيعه ماناش نلومو فيهم لانها اوامر معناها الدوله، اما نتسائل علاش ما كانتش الاوامر كما هكا في مكافحه التهريب مثلا، علاش ما شفناش انتشار اعوان بالشكل هذا وخدمه بقلب وبرب كما هكا معناها. تحس بالدوله عماد مركزه ومندفعه كان في الحاجات اللي تخطي المواطن البسيط اللي هو بيدو يقاسي في غلاء المعيشه توا، اما بالنسبه للسارقين مليارات ونهبين المال العام هذوكم اصدقائنا ويمولوا في احزابنا ما نجموش نقربوا منهم. ومؤخرا شفنا القرار اللي يخص زاد خطيه ب 60 دينار حشاك للمتبول في الطريق العام، وهنا وهذه عملت معناها ردود افعال كبيره. وهنا ما نجموش نقتحوا فيه زاد لانه ايجابي وباش يربي برشا ناس. ماشي نقولك على ايجابي، ناخذوا حتى زوز اسوار، خذ سور المستير انت وسور سوسه.
يودي الروايح تبدا خارجة يا امي يودي يودي مش نورمال الروايح سامحوني في العبارة تردد يا اخي عينا عينا شو يجي في قلب بحر ولا في قلب مستير بجنب السور وهكا ولا عربات ولا الربات اي انت حتى سامحوني في العبارة كلب ما يعمل ايش بالضبط هو تلقاه عامل كعبات بيرة وحشى الصباح وشرب وكل يتعدلك بجنب السور يفرخهم غادي كي ويتعدى معقول هذا هو زاد جيلو نتاع هذا من منطق عماد من منطق معناها مشروعيه القوانين هذه وايجابيتها احنا متفقين انها ايجابيه اما نجم نناقش توقيت تطبيقها هذا اللي نجم نناقشه هل من المعقول انه يطبق القانون هذا واحنا ما عندناش دي تواليت عموميه في الشوارع ما تذكش في الاوروبا علاش ممنوع تلقاها تواليت في العلكيات صحيت وغراتويت باهي كما في الدول اللي نشوفوا فيها معناتها ما نشوفوش فيها ظاهره التبول جمله معناها تو واحد مريض بالسكر مسكين فما استثناءات لازم الدوله تراعيها هما الاستثناءات هذه رايها اما شنو هو المريض بالسكر ولا الواحد باش نتكلم تقول يتمقعر يلزم شهاده نتاع طبيب في ديما يدور بها المريض بالسكر زيدك معايا واحد مريض بالسكر مسكين يمشي قداش من كيلومتر على ساقيه ما يلقاش حتى تواليت اش تحبوا يعمل تطلع له الشرطه البيئيه بيان سور تهبط عليه وتخطيه ب 60 دينار هذه حاجة وهنا قال لك القانون بإمكان عون الشرطة البيئية الاستعانة بالقوى العامة إذا رفض مرتكب المخالفة مدها بوثيقة تثبت هويته أما في حال عدم خلاص الخطيئة فهناك إجراءات تتقدم بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية عن طريق القبضات المالية فيتم إعلام الشخص المعني ثم يقع تفكيره وفي حال عدم دفع الخطيئة يتم سجنه معناها المريض بالسكر اللي يزي قاسي في مرضه وزيد عليه يدفع خطيئة وكان ما تفحش شد الحبس هنا تساؤل الدولة هو لما حالة نجم نعاونوها هي كفكرة معناها هي بصراحة فكرة مقبولة زي فكرة مقبولة راهو صحيح ثم استثناءات ممكن تصير وتتناقش لكن كفكرة مقبولة ومعاه هذا أنا معاه هذا هنا كيف قلنا التساؤل فيه شوية سخرية هو لما حالة الأهم الوحيد سلب المواطن البسيط توليت بول في الطريق العمومي هني الشرطة البيئية متجندة وتفيق به أما تو احنا قادمين على موسم صيف معناها اللي يعملها في البحر كيفاش تو قادمين على موسم صيف والدولة لازم تلم برشا فلوس البحر ما هو مكان عام زادة من رأي معناها عماد نعملوا سكافندرية تحت الماء يعسوا على المواطن أتو تدخل برشا فلوس لميزانية الدولة احنا وين نبروا برشا تويز زادة كل شيء بالعقل شيء ما عجب شيء ما عجبني باهي نجلة خلي نحضروا ضيفنا الموالي الأول باش ناخذوا له بشائر الصباح هو كلامك معقول برشا عم سليم انت خذيته ربما بشوية إيروني وشوية كاريكاتير صحيح لكن بالحق يلزمنا قوانين كما هكا لانه زاد مش معقول تصور في قلب مسير مثلا واحد معناها يا خويا شعلنا في العباد الماشيه جايه وغيره معناها قوم الصباح روايح معناها ما طلعوا معناها ما راك له مكروه زاد مش معقوله صحيح انا نحن مع الخطيه مع الحزام كيف كل صراحه مع الخطيه يا اخي خلينا نلتزموا شويه بالقانون مع توفر الشروط عيمان اي افتموا معاك في هذا اخويا احمل التواليت كما كنت تحكي على الكياس وفي وسط البلاد اجنبيات ما فيها باس تواليت غادي كي لاي واحد عابر سبحان الله الانسان بشر يتحسر يمشي للتواليت هذيك فهمتني هذا جانب الجانب الاخر نتاع الحزام الامان بون مش قول لي وسط البلاد فيها وعليها نحن معاه وبقول صراحة والله ما خبيش عليك فرحت وديجا حتى صغار واللي وصيتهم من قبل بليلة قلت لهم غدوة راه باش يبداو الحملة متاع الواحد فكروني صباح كي نهزكم في الواحد يودي قبل متاع الكهرباء حزام الأمان فهمتني باهي يا عبد السلام باهي حاجة كيما هكا خلنا نسينسو معناها تولي لا شعوريا تطلع الكهرباء لأنه مش الكهرباء الكل يزمروا لك ثم كهرباء ما تحطش الحزام الأمان يزمر لك مش الكهرباء الكل تزمر لك يا خويا باهي تطلع تحط حزام الأمان على الأقل تحمي روحك وتبدا مرتاح باهي اما احنا اللي ناقشناه هو الوقت نتاعها وفما اولويات اخرى في النقل مش مشكل خلينا نبداو بهذه وكل شيء هكا حسب رايي يا عبد السلام نبداو بحوايج كيما هكا والاخر يجي من بعد تالي بالوقت بالحق خلينا نطوروا ياسر عورنا لها نحن سوينا كثرنا على ما صونا بالحق كثرنا ما فهمتش هل ترى عندنا مخاخ ما عندناش نفكروا ما فكروش ترى وضع البلاد انت ترى في تطوين ترى قروان علاش تسكر فهمتش علاش كيس يتسكر فما عماد فما حاجات ما تلقاهاش حتى اكسبليكاسيون نشوفوا فيها توا تو مثلا نعطيك اكزومبل معرض الكتاب نتاع مستير طيحنا قيمه قدر الكتاب معناها نعملوا فيه في تروتوار خارج من ورا ليسي والمعرض نتاع مستير موجود ما فهمتش وين المعرض الدولي نتاع مستير موجود ماذا بينا الناس اللي تعمل في حوايج كيما هكا يفسروا علاش عملتوه في تروتوار مش في المعرض يقوموا الناس المسؤولين المندوب الجوي للثقافه والناس الموالي والناس المسؤوله على علاش عملتوا غادي راهو نحن توانسه في حاجه الاجابات مقنعه كيما حكيت قبيله دي. قل لي علاش كيما حكيت انت على الناس اللي سرقه المليار اللي قلت ما قلت سرقه سامحوني ما ياخذ قروضات مليارات يا ودي دو نهار كل نحكيه وماذا بين الدوله تهبط قائمه فلان مثلا علاش تضربوا ثم عباد سيدي مظلومين غادي كي ما مش ماخذين قروضات وما بطينوا من سميهم يا ودي وضح العباد والناس هذه ما ياخذ ترجع ولا رجعت ولا ما رجعتش خلي هل الاشاعات الخارجه في المواقع الاجتماعيه تتنحى والمواطن يفهم كوعه ومنبوعه على الاقل يفهم وين ماشي فهمتني عبد السلام يعطيك الصحه عايشك عيمان